وقف الحسين ليقول: اللهم إني جاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. هذه وثيقة العزيمة، وثيقة البطولة. نعم، هاي مو نشاز الوثيقة، هاي الوثيقة وليدة وثيقة أبيه. والله لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. هذه وثيقة جده. والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذه الدعوة ما فعل. الحسين سار على نفس الخطى، سلك نفس الطريق، سجل وثيقة البطولة ليبين للدنيا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ليقول للناس أن دماء أسرتي ستغلب ستنتصر. يا أبا الشهداء، إذا كان الأمويون قطعوا وريدا منك يوم الطف، فإن وريدك إلى هذا اليوم نابض بالحياة. إذا كان الأمويون أشكتوا منك لشانا على رمال الطف، فإن رسالك يغرد في هذا اليوم. إن لشانك في كل بقعة من بقاع الأرض يهتف هذا اليوم: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. راعيا ليومك أبا الشهداء، راعيا لبطولتك، راعيا للعزيمة التي شكبتها على رمال الطف. إنه العنفوان الذي لا يموت ولن يموت. إذا كنت لا تملك إلا الأسرة القليلة، فإن دماء هذه الأسرة عادت إلى قذائف تتفجر عبر التاريخ. ثلت عروش الظالمين، وما تزال مثلا أعلى يترشمها الثائرون.